سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. ومعي ومعكم فضيلة الدكتور عادل العزازي. أهلا مرحبا يا دكتور. أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيك وأحسن الله عليكم وإلى الإخوة المشاهدين. اللهم امين، ومتعكم الله الصحه والعافيه، وصلى الله عز وجل ان يرحم جميع موتانا آمين. وموتى المسلمين، وان يتوفانا مسلمين آمين. وان يلحقنا بالصالحين. تحدثنا مع فضيلتكم دكتور عادل في اللقاء الماضي يوم الاربعاء في اهل الذكر عن بعض احكام الجنائز. اليوم نتحدث عن كيفيه تغسيل الميت المحترق او المحروق، ويعني بعض الامور التي تتعلق بالجنائز. شيخ الكريم، نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ذكرنا في اللقاء السابق طريقة تغسيل الميت. طبعا الميت إذا كان لا يمكن يعني يصعب استخدام الماء له كالحريق مثلا، أو من تفسخ بسبب لم يعلم بموته إلا بعد فترة ونحو ذلك، فكثير من أهل العلم وقد يكون إجماع أنه في هذه الحالة ييمم. ومعنى التيمم من ناحية يعني المغسل أنه بيضرب خبطة على الصعيد الطيب وينوي طبعا تيميم الميت، ثم يمسح وجهه ويديه، وكده يبقى كده قام بعمليه التيمم له، لا يحتاج الى اماكن اخرى من جسده. حتى اذا كان يصعب كمان التيمم، نسأل الله العافيه، يعني في بعض الناس ربما تتفحم بسبب الحرق، فكده يبقى سقط الغسل عن الميت ونكتفي بذلك بعد ذلك بايه؟ بتكفينه والصلاة عليه والدفن. نعم شيخ كريم، لعلي سؤال يتعلق بمسألة الحريق، هل يعد من الشهداء؟ طبعا ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشهداء من أمتي الغارق شهيد، والحريق شهيد، والهدم يعني الذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع يعني تموت في حالة النفاس، بعض النساء وهي بتولد تموت او يجيلها حمى النفاس فماتت في نفاسها فهي شهيده، والمبطون شهيد الذي يموت بداء البطن، والمطعون الذي يموت بالطاعون، كل هؤلاء شهداء. وقد صدرت فتوى من هيئه كبار العلماء على ان الذي يموت في حادث السياره يدخل تحت معنى الهدم، لان هذا بمعنى الهدم أشد، فإذا مات في حادث السيارة يكون بذلك شهيدا إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم جميع موتانا. أستاذ أبو محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضل. الله يرضى عنك، تفضل يا فندم. هل غرامة التأخير اللي بيأخذها البنك الإسلامي تؤثر على أرباحه؟ فوائد البنوك الإسلامية؟ لا، غرامة البنك الإسلامي تأخذ غرامة التأخير لما نكون متعامل معاه. بالنسبة للمودية تؤثر على أرباحها؟ شكرا. وإياك، مع السلامة. هل معنا سؤال؟ نعم شيخ كريم، أيضا مسألة كيفية السير خلف الجنائز. شيخ كريم، بس بالنبي الأول أن الشهداء هؤلاء ليس كالشهيد في سبيل الله من حيث الأحكام الشرعية،
يعني الشهيد في سبيل الله اللي هو مات في أرض المعركة ضد الكفار، فهذا يعني يجوز ان احنا لا نغسله ونكفنه في ثيابه التي مات فيها. أما الشهداء الآخرون احنا ذكرنا نماذج لهم، فهؤلاء يعني يجري عليهم في أحكام الدنيا أحكام التغسيل والكفن كغيرهم من الناس، لكن هؤلاء شهداء الآخرة يعني ثوابهم عند الله عز وجل مثل يعني ثواب الشهداء، لكن من حيث الأحكام الشرعية فهؤلاء يغسلون ويكفنون كغيرهم من الناس يعني. نعم. طب قبل هذا نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سؤالي نعم الشيخ لو سمحت. أهلا ومرحبا حبيبي، تفضل. مرحبا بك يا شيخ. حكم سجود التلاوة في الصلاة يا أبو الشيخ؟ حاضر. السؤال الثاني، متى تطهر النفساء؟ السؤال الثاني متى تطهر النفساء؟ متى تطهر النفساء؟ حاضر. شكرا. فأمان الله. نعم شيخ كريم، كيفية السير خلف الجنازة؟ بالنسبة للجنازة أولا يستحب الإسراع بالسير، قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، وهذا الإسراع يعني يحمل أو معناه على معنيين. معنى الأول الإسراع في تجهيزه، يعني إذا مات الميت نسارع أو نسرع في تجهيز الميت من حيث التغسيل والتكفين وحمله إلى المقابر، وطبعا في أمور أصبحت الآن أمور رسمية كتخريج تصريح الدفن ونحو ذلك، فهذا نسرع في إخراج هذا التصريح عشان يبدأ تغسيل الميت ونحو ذلك. وأيضا الإسراع في السير، الإسراع في السير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكن صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. والجنازة الصالحة تبشر يعني في سيرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن إذا احتمل الرجال الجنازة فإن كانت صالحة تقول قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك تقول يا ويلها أين يذهبون بها. فالإسراع في الجنازة من أمور المستحب بشرط ألا يكون هناك مشقة على المشيعين، يعني يراعى حال الناس الذين يشيعون الجنازة. في تشييع الجنازة عندما نسير بالجنازة، إذا كنا نحملها ويعني نسير بها على الأقدام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الراقب يسير خلف الجنازة والماشي يسير حيث شاء، من أمامها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها قريبا منها. يعني إذا كان الناس ماشية يبقى ممكن نمشي قدام وورا ويمين وشمال، بس بشرط ما نبعدش يعني ماشي قدام سابق الجنازة، ولكن يعني الناس مجموعة معهم يعني نعم في التشيع يعني. ولكن الراكب هذا يسير خلف الجنازة. وإذا كانت الجنازة كلها ركوب كما يحدث الآن، يعني رايحين مكان بعيد، بيروحوا مثلا أماكن بعيدة مثلا 6 أكتوبر أو الفيوم أو طريق السويس أو نحو ذلك، فيبقى للأسف الشديد بنرى الناس إنها كل واحد بيمشي لوحده من اللي هم مشيعين أصحاب السيارات. لا، هو المفروض أو الصح يعني إن الناس تجتمع ويبقى سيارة الجنازة اللي شايلة النعش هي اللي ماشية قدام والباقي كله يسير خلفها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة وكلهم ركوب، يعني يراعى هذا عند السير بالجنازة. الله يرحمك جميعا. أستاذة إسراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التليفون التليفون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا فندم. ما حكم الأغاني الدينية في الإيقاع؟ وطي الأغاني الإيه؟ وطي التلفزيون. الأغاني الدينية، سماع الأغاني الدينية بالإيقاع. الأغاني الدينية بإيقاع، حاضر. السلام عليكم أستاذ أمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضلي. لو سمحت أنا عايز أسأل الشيخ سؤال. نعم. أنا عندي بنتي الكبيرة عندها 16 سنة بس عليها تعبان يعني، فلا بتعرف حاجة عن الصلاة أو الصوم،
فهي كده على حاجة؟ يعني هي غير مكلفة؟ يعني هي طبيعية بتتكلم وبتروح وتيجي وكل حاجة، بس يعني عقلها ده ما بتعرفش أي حاجة يعني. يعني بتتكلم وواعية وممكن تتعلم الصلاة وتعلم كل حاجة ولا ما بتعرفش؟ لا أنا حاولت، لا أنا حاولت معاها بس للأسف فشلت. أنا بشوف بقول للشيخ بتاع المسجد عندنا قال ديت مرفوع عنها القلم وما ما فيش عليها أي حاجة. لأنها ما هيش دارية باللي حواليها أصلا. عايز أعرف يعني لو ندفع لها كفارة صيام يعني ندفع لها قد إيش تلوف عن اليوم. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم محمد السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ عايز اسال سؤالين لو سمحت. اتفضلي يا فندم. انا بنتي متخرجه من الكليه السنه اللي فاتت عندها 23 سنه، وكل ما يجي لها عريس تتضايق كده وترفض، فانت عارف اعمل لها ايه؟ ومتضايقه عشانها جدا. يمكن في حاجه ما تبقاش يعني عاجباها في اللي متقدم. لا ده كذا يوم ايه؟ طب ما بيجي لها من تانية ثانوي، فالأول بتقول لما يخلص طب ما يخلص. فخلصت السنة اللي فاتت، والسنة دي برضو أي حد يجي لها شفت ما شفتوش بترفض. وكلمتها مرة واثنين قالت لي أنا زي اللي مخنوقة كده. يعني بتقول لي أنا كل ما أسمع السيرة زي اللي مخنوقة كده. طيب ربنا يعفو عنها ويرزقها الزوج الصالح. أم أحمد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا تفضلي. بارك الله فيكم وفي علمكم. وفيكم بارك الله رب العالمين. الله يرضى عنك. عندي حديث اسري، عندي حديث اسري يا استاذ احمد. تفضلي يا فندم. اول سؤال صديقه لي بتقول لي يعني حماتها توفت. فطبعا حماتها دي كانت يعني بتعملها معامله يعني سيئه او صحيحين يعني شيخ، وكانت شكلها كانت بتاخد من اللبن وتاخد من اخر البيت يعني كده. فعايزين يعني في بنت دي مش عارف تنسى دي تعمل ايه يا شيخ وكده عشان تقدر تنسى وتسامحها يعني وكده. يعني هي حماتها كانت تسيء اليها وهي مش قادره تسامح حماتها؟ ايوه. فانا بتنسى بحال رضي الله وكده، فهي تعمل ايه يعني وكده؟ اتقي الله، شيخنا يجيبك. حاضر ان شاء الله. وفي نفس الوقت يا شيخ يعني لما يكون في واحده مثلا اللي ما كانتش بتصلي ولا تصوم يعني وتوفاها الله، يعملوا ايه عشان يكفر عن صلاتها وصومها؟ يعني ايه ما كانتش بتقدر تصلي ولا تصوم؟ طب ايه كانتش يعني ما بتصليش ولا بتصوم خالص؟ مريضه يعني؟ لا هي كان ايوه كانت مريضه. اي نعم كان عندها يعني امراض وكده فمش بتصلي عشان عندها السكر وكده، بس ما كانتش بتصلي برضه كده يعني ما كانتش بتصوم عشان كانت مريضه برضه، بس كانت بتصحى وكده. فيعني عايزين يكفر عنها يعني يعملوا ايه عشان يكفر عنها وكده يعني ايه عن صلاتها وصومها دي ده. ام وائل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. سؤال بإذن حضرتك. اتفضلي يا فندم. هل صلاة الشفع والوتر لها آيات معينة أو أدعية معينة ولا إيه؟ صلاة الوتر؟ صلاة الشفع والوتر لها آيات معينة وأدعية معينة ولا إيه؟ أدعية. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد. وعليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا تفضل. جزاك الله خير وبارك الله فيك. وفيك بارك الله. حضرتك شيخ معايا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسعود وسعود غريبا صدوبا للغرباء الذين يفسدوا إذا أصلح الناس. فطوبى ده يعني الشيخ يوضح لي هي درجة في الجنة للغرباء بارك الله فيك. حاضر. وفيك بارك الله. نعم شيخ كريم متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. أبو محمد كان يسأل عن لو في بنك إسلامي ويأخذ غرامات تأخير، فحكم غرامات التأخير شيخي كريم؟ غرامات التأخير لا تجوز. غرامات التأخير على المال أو على السلع فدي من الربا، وهذه من الشروط اللي بيضعها بعض البنوك، ولا نغتر بالأسماء يعني بنك إسلامي مش إسلامي. إحنا نشوف الطريقة التي يتعامل بها. الطريقة اللي اتعامل بها ان الفتاوى كلها على ان التأخير على المال لا تكون عليه غرامة، لان هذه هي عين الربا. لكن اذا كان هناك في شروط جزائية كمثل اذا تأخر العميل عن دفع اقساط معينة، طبعا صح البيع في الاصل يعني، وتأخر العميل انهم يفسخوا العقد مثلا، او ان
البنك يسترد منه السلعة اللي اشتراها. فهذه هذه الشروط الجزائية جائزة، إنما الشرط إن هو لو اتأخر ياخد عليه 1% أو 2% أو نحو ذلك، فهذا طبعا هذا ربا ولا يجوز، سواء بس قلنا بنك إسلامي أو غير إسلامي. نعم، يعني الشرط باطل. الشرط باطل. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. حكم سجود التلاوة في الصلاة. سجود التلاوة في الصلاة أو خارج الصلاة سنة. وقد ثبت النبي عليه السلام يعني سجد في سورة النجم، وثبت عنه أنه لم يسجد فيها، فهذا دليل على أنه سنة، ولم يثبت النبي عليه السلام أمر بالسجود في آيات التلاوة، فدل ذلك على أنها سنة. نعم شيخ كريم بارك الله فيكم. أيضا الأخ يسأل ويقول متى تطهر النفساء، ولكن بعد هذا الاتصال. أستاذ أسماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضلي. ألو، مع حضرتك يا فندم، هاتي سؤالك بارك الله فيكم. أنا بقول لحضرتك، هو أنا ما بصليش، يعني هو أنا يعني في أوقات بصلي وفي أوقات ما بصليش، ومش عارفة أقلي بيحسني من الصلاة، مع إني بحب يعني أنا دايما بحب أسمع قرآن ودايما مشغلة قرآن ونفسي ربنا يهديني، بس ما أعرفش يعني على طول ببقى عايزة أصلي، بس في حاجة بتحسني بس مش عارفة هي إيه. ربنا يصلحنا وياك يا استاذ اسماء، شيخنا يجيبك ان شاء الله. استاذ سعيد، السلام عليكم وبركاته. اهلا مرحبا، تفضل. ازيك يا فندم؟ الله يرضى عنك، في نعم والله، الحمد لله رب العالمين. نعم. الو، مع حضرتك يا استاذ سعيد. استاذنك وطي صوت التلفزيون من فضلك، تفضل. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا مرحبا. ازيك يا فندم؟ الحمد لله. انا عندي سؤال يا فندم، عليك هنا. انا عندي سؤال يا فندم وانت تسمعني، ان انا متجوز اتنين. فحضرتك يا فندم، واحده جابت ورثتها من عند ابوها. ارفع صوتك يا استاذ سعيد من فضلك. ماشي. جابت ميراثها من عند ابوها. متزوج من امرأتين. السؤال امرأتين. السؤال ان واحده جابت ورثتها وانا عليها الدين، فطبعا قالت لي ابيع البيت واسدد الديون، بس قبل ما ابيع شوف زوجتك القديمه الاول، قال لها ميراث برضه تقف معاك وتساعدك بدل ما تعمل كده. طلبت من زوجتي القديمه، شتمت وهللت وقبحت عليا وقالت لو مصرانك طلعت. اعمل ايه مع الزوجه القديمه؟ انا مش فاهم السؤال يا استاذ سعيد، يعني يا ريت تعاود الاتصال، بارك الله فيك. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحه والعافيه. متى تطهر النفساء شيخ الكريم؟ الاصل طبعا اذا 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 الدم اذا الدم انتهى بعد قبل الأربعين يوم، بحيث ان المرأة رأت القصة البيضاء، فدي علامة طهر. يعني الطهر دايما الحائض والنفساء بان ترى القصة البيضاء، وده سائل ابيض بيدفعه الرحم، بيبقى علامة على ان الدم انتهى. لكن ان استمر الى الأربعين يوم، فالذي عليه اكثر اهل العلم ان الحد النهائي 40 يوم، وقد نقل الامام الترمذي ان هذا الذي عليه اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وورد في ذلك حديث عن ام سلمة ان النفساء كانت تجلس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. البعض العلماء بيوصلها ل 50 و60، لكن خلينا على القول الراجح انها اذا 40 يوم والدم لسه موجود، ففي هذه الحالة بتغتسل وبعد ذلك تصلي وتتوضأ كل صلاة، إلا أن يوافق ذلك وقت الحيض، يبقى إيه هتنتظر فترة الحيض أيضا. لكن إذا لم يوافق وقت الحيض يبقى هنا خلاص انتهت المدة، وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة، ويعتبر ده يعني دم استحاضة أو دم يعني نزيف يعني، فلا تمتنع عن الصلاة والصيام، وده القول الأرجح، لأن لابد أن يكون في حد لل، وأظن الطب يعني يرى ذلك أن لا يمكن أن يزيدنا فترة النفاس عن الأربعين يوم. قد يعني يكون في الأربعين مثلا ابتدى الدم يخف، يبقى في صفرة، مش مانع لو كان هيبقى في يوم أو يومين تاني، يعني زي لحظة أن الدم هيتأخر مثلا يوم يومين مش مشكلة، يعني ابتدى يتغير، يبدأ يخف، يبدأ يصفر، يبقى خلاص العلامة قربت، يبقى ممكن تنتظر الأيام القليلة الباقية ديت. أما إذا الدم لسه في فورته وفي شدته
والأربعين يوم انتهت، يبقى الصح ان احنا نعتقف عند الأربعين، تغتسل وتتوضأ لكل صلاة. الله أعلم. نعم شيخ كريم. لعل الأخ اتصل مرة أخرى بالشباب في غرفة التحكم، الأخ الذي كان يسأل عن البنك الإسلامي، الأخ أبو محمد. نعم. بيقول لو البنك الإسلامي يأخذ غرامات تأخير من المودعين، فيسأل عن حكم الفوائد الذي يأخذها من هذا البنك، إن كان البنك يتعامل في بعض الأمور الخاطئة أو شبهة ربا أو غرامة تأخير قد تدخل في الربا أو ما شابه ذلك، الفوائد التي يعني يأخذها من هذا البنك حلال أم حرام؟ يعني الشخص نفسه بيتعامل مع البنك وحايد فلوس في البنك، فبياخد الفوائد أو الأرباح يعني بياخدها ديت. لا، وإذا علم إن البنك بيأخذ غرامات تأخير يبقى ده ما هوش إسلامي، من لا يضع أمواله فيها. اليافطة بس اللي إسلامي. يعني لا يضع أمواله فيها، يعني ده أصبع زميسه وسلا غيره. إذا كان هذه الصورة اللي يأخذها يبقى هو لا يضع أمواله هو عنده، وإذا أخذ المال وأعطوه زيادة يبقى هذه الزيادة لا يستفيد بها طبعا بعد التوبة يعني وصاحب أمواله، هذه الزيادة يضعها في أموال عامة لكن لا ينتفع بها لا لشيء منفعة ولا لدفع مضرة عنه. يعني في بعض الناس يقول لك أخذها وأدفع بها فواتير الكهرباء، أدفع فيها الضرائب، لا هذا كله خطأ، لا يستفيد بها بأي حال من الأحوال، لا ينتفع لشيء يجلبه لنفسه، يعني حاجة يجيبها لنفسه يعني، ولا ينتفع بها لشيء لضرر يدفعه عن نفسه. نعم. هذا مال يعني محرم لا يأخذه أبدا. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا أخي الكريم، تفضل. لو سمحت. الله يبارك فيك يا شيخ أحمد، لو سمحت حضرتك، أنا متزوج اثنين. نعم. أستاذ سعيد. فلما بنزعل من واحدة بنروح نبات عند التانية يوم اثنين ثلاثة. ماشي. عقابا للواحدة دي زعلتني، ولو التانية برضو زعلتني بنزعل منها برضو، بنروح نقعد يومين اثنين ثلاثة زي التانية زعلتني، يعني ايه المساواه في الايه في بنساوي بينهم حتى في الايه. طب هما بيزعلوك انت ما بتزعلهمش يا عم سعيد؟ نعم. انت بتزعل منهم يعني، هما اللي بيزعلوك دايما، انت ما بتزعلش حد فيهم خالص؟ لو زعلوني بنسيب اللي زعلتني ونقعد عند التاني. طيب لما بنصلح. واضح واضح السؤال كان. نعم. حاضر شيخنا السؤال هيجاوبك ان شاء الله. استاذ عبد العزيز السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا. الحمد لله رب العالمين. اهلا ومرحبا يا استاذ عبد العزيز، اتفضل. سمعت في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يتماسك ابن ادم قضى عمله الا من ثلاث. نعم. احمد. ايوه. زي ما تقول علم ينتفع به ولا صالح يدعو له. نعم. السؤال انا عزرت الصلاح هنا ايه؟ لان انا مش صالح وواحد بيدعي لامه وابوه، عايز الى الصلاح والحديث اللي ذكر الصلاح هو من صالح فقط تدعو له من غير الصلاح يعني. ما هو الصلاح؟ ما الصلاح؟ ما شاء الله. ربنا يرحم الجميع ويصلحنا جميعا. في امان الله. شيخي الحبيب، مشاهدينا الكرام، معنا فاصل وسنعود اليكم بعد قليل باذن الله تعالى، فابقوا معنا. الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا اليكم بحمد من الله عز وجل، ونرحب مجددا بالدكتور عادل عزازي. اهلا ومرحبا يا دكتور. بارك الله فيك، احسن الله عليكم. واليكم احسن الله رب العالمين، وفيكم بارك الله رب العالمين. الله اخت اسراء تسال عن حكم الاغاني الدينيه بايقاع. الاغاني الدينيه ايقاع موسيقى يعني؟ بايقاع بدف بموسيقى اي حاجه. اول موسيقى كلها محرمه. لكن اذا كان بيحسن الصوت في الانشاد ما فيش مشكله. لا، الايقاع الايقاع ده ممكن يبقى الدف في الغالب يعني. الدف بالنسبه للرجال لا، لكن بالنسبه للنساء مع النساء ماشي. لكن ما بالنسبه للرجال ما فيش ما يدل على جوازه حتى للرجال. اما الحديث اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف فهذه الزياده ضعيفه، لكن ثبت جواز استخدام الدف للنساء في العرس وفي الافراح. نعم.
بارك الله فيكم، ربنا يشفي الجميع ويرحم الجميع ويحفظ الجميع. آمين يا رب العالمين. ابنتها 15 عاما، الأم تقول إنها تعبانة، لعل التعب له علاقة بإنها مش مكلفة يعني. حتى الشيخ قال لهم إنها مرفوع عنها القلم. فيعملوا إيه في الصيام وفي الصلاة؟ وهل عليها كفارة في مسألة الصيام شيخي الكريم؟ لا، إذا كان يعني غير مكلفة، يعني في عته عندها وتخلف عقلي أو نحو ذلك، فلا مسقط عنها، سقط عنها القلم يعني، لا تفهم. أما إذا كان تعبانة أو مرض، لكن لو بتتكلم يعني ومدركة، أنا ده اللي بقول يعني، أصل هي قالت تعبانة، ما قالتش تعبانة في إيه يعني. لو التعب ده عقلي، لأن هو مناط التكليف العقل. نعم. أما لو مثلا كفيفة مثلا مقعدة، دي مكلفة، وإن كان يعني الأمر شديد عليها، لكن إن شاء الله يعني ربنا بيعينهم. مكلفة إنها تقوم. أما إذا كان حاجة تتعلق بالعقل، لأن هو مناط التكليف العقل، ربنا بيخاطب العقل في الأمر والنهي. فإذا كان في تخلف في العقل، بحس إنها يعني برضه في التخلف ده نسبة، في تخلف بيبقى بصير بس بيفهم، يعني بيبقى مثلا متأخر سنة سنتين، لكن هو بيفهم الخطاب وبيفهم الجواب وبيعرف الحلال والحرام، يبقى ده مخلف. لكن إذا متخلف خالص يعني بحيث إن هو ما يفهمش حاجة، يبقى دوت رفع عنه القلم. نعم. صلى الله أن يشفيه وأن يعافيه مرضانا جميعا. آمين يا رب العالمين، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. آمين يا رب. يعني كل ما يجي لها عريس مخنوقة ترفضه بدون أسباب، فهل ده ممكن يبقى مس او حسد او سحر شيء؟ والله يا اخي يعني قلت الدكتور يعني للاسف يعني، هو الناس اي حد بيحصل له الموضوع دوت انه بيربطها على طول بمسألة الجن والسحر والاشياء. على كل هو الانسان يرقي نفسه دايما، سواء كان مسحور او مش مسحور، فان شاء الله الرقيه يعني تكون علاج يعني. لكن ما نحطش في دماغنا ان اي مشاكل تحصل لنا ان على طول نربطها بالمسائل ديت، لان دي يعني بتسبب الانسان فعلا ان هو يعني يحصل عنده شيء من يعني يصدق نفسه زي ما بيقول يعني. فهو هي المطلوب منها انها تدعو الله عز وجل ان ربنا ييسر امورها، وتلقي نفسها بالرقية الشرعية، وتقرا في البيت سورة البقرة وآية الكرسي، تقرا يعني ما يكفيش ان يعني. هو طبعا ان شاء الله خير يعني نشغل تسجيل ولا راديو فيها، بس احنا عايزين ناس تقرا يعني. هو دوت اللي بيشرح الصدر ويزيل الشيطان والوساوس من النفس. انما يعني بعض كتير بقول لك انا بشغل القران في البيت، ما يعني ان شاء الله خير، لكن لا يكفي. احنا عايزين نقرا المعوذات في الصباح وفي المساء وبعد كل صلاه وعند النوم، ونقرا آية الكرسي، ونقرا سوره البقره مثلا كل 3 ايام في البيت، وان شاء الله ربنا ييسر امورها مع الدعاء والابتهال الى الله عز وجل. ولا ننسى قصره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وقصره الاستغفار، لان دول يعني علاجين لصاحب الهم يعني. يقصر الصلاه على النبي عليه السلام، كفاه الله همه وغفر ذنبه. لكن لا يذهبون الى الدجالين والمشعوذين يعني هيفتحوا نفسهم الباب دوت. وعندي اصل دي مشكله يعني مش عندها بس يعني، هي مشكله الان مع ضيق العيش وضيق الحياه، وممكن سمعت مشاكل من العلاقات الزوجيه اللي واقعه بين الناس، فبيحصل عند البعض البنات صدمه، او ممكن يكون لها هي اختيارات معينه تستحي ان تخبر اهلها بها مثلا، لها شخص ما في ذهنها، صحيح. لا ترى من ياتون انهم مناسبون يعني. نعم. أسأل الله أن يرزقها الزوج المناسب. آمين. الصالح. آمين. ولمع بنات المسلمين. آمين. وأبناء المسلمين. آمين. أم أحمد تقول امرأة حماتها توفيت كانت بتعاملها معاملة سيئة، هي مش قادرة تسامحها، تعمل إيه شيخي كريم؟ والله يعني العفو والمسامحة هذا من الأخلاق الكريمة يعني، وأن تعفو وتصلح وتغفر فإن الله غفور رحيم. فالعفو لا ينقص من قدرها، ولكن ما ازداد عفوا الا عزه. العفو دي شيء من الصفات التي تزيد الانسان عزا في نفسه، انه هو رغم الايذاء ده كله انه سامح، وعزا بين الناس، ورفعه عند الله سبحانه وتعالى. ثم انه يعني ثوابك لا يضيع عند الله عز وجل يعني، صبرك وتحملك رغم هذا الايذاء. وبعدين المراه الان توفيت، فهي في حاجه
إلى يعني عفو الله ومغفرته. فيعني إن شاء الله يعني استحضري الثواب العظيم. فإن أصحاب العفو أجرهم على الله، أجره على الله، وهذا طبعا أجر على الله هذا معناه أنه لا يقدر قدره إلى الله سبحانه وتعالى. فاصفح الصفحة الجميل. نعم. فهي الأخت تستحضر هذا الثواب، وإن شاء الله سيكون هين عليها أنها تسامح بقلبها. وإن كان الحديث ضعيفا، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال صلى الله عليه وسلم ذهبوا فأنتم الطلقاء. نعم. بعد كل ما فعلوا حربوا. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم شيخي كريم، لو كانت المرأة المتوفاة أو الرجل المتوفى لا يصلي أو لا تصلي، هل هناك كفارة أهله أو أهلها يعني يخرجونها؟ أما الصلاة فلا لا سبيل لذلك إلا أن ندع أمره إلى الله عز وجل. لو كان بيصلي وترك فريضة أخرى ممكن، يعني زي الصيام زي الحج يصلي عنه أهله، الحج عنه أهله، أما الصلاة فهذا أمره إلى الله عز وجل، نتركه لله سبحانه وتعالى. نعم. ويعني هناك طبعا بعض أهل العلم يرى أنه ليس بكافر وأنه فاسق، فإذا كان يعني كده يجوز الدعاء له بالمغفرة. أما من يعتقد كفرهم فطبعا ده يقول لك حتى الدعاء ما ينفعش لي. صلى الله عليه وسلم. يعني نترك أمره لله سبحانه وتعالى. صلى الله أن يغفر الجميع وثبتنا على الحق. اللهم أمين. صلى الله أن يتوفنا مسلمين. آمين. وأن يلحقنا بالصالحين. أم وائل تسأل عن صلاة الوتر. نعم. هل لها بعض الآيات أو آيات معينة؟ نعم. أو أدعية معينة شيخي كريم؟ هي صلاة الوتر لما إذا صلى الإنسان ثلاث ركعات، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى سورة الأعلى، وفي الركعة الثانية كان يقرأ سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة يقرأ قل هو الله أحد، وفي بعض الروايات عند النسائي يزيد معها قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، يعني يقرأ المعوذات الثلاثة. في دعاء في آخر الصلاة سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، هذا كان يقول صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء من الوتر. ودعاء القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافني، ده بعد الركوع في الركعة الأخيرة. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني واصرف عني شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك تبارك ربنا وتعاليت، يعني حديث مشهور مع الناس يعني ما يقرؤوه دائما في رمضان. هي دي بس الأوراد الواردة في صلاة الوتر وطريقة الصلاة، وكلها طبعا سنن. يعني إذا الإنسان يعني لم يقرأ بهذا الترتيب الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. نعم جزاكم الله خير شيخنا الكريم. لكن هذه الدرجة أعلى طبعا اتباع السنة لا شك السنة. نعم. خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أخونا الأستاذ محمد يسأل عن صحة حديث ومعنى حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. هو سأل عن طوبى، هل هي درجة في الجنة شيخ الكريم؟ نعم. طوبى درجة في الجنة، أو قيل هي شجرة في الجنة يسير الراقي في ظلها 100 عام. هذه طوبة في حديث شجرة في الجنة يسير الراقي في ظلها 100 عام، والحديث صحيح. نعم. أما في بعض زيادات أخرى دي اللي فيها ضعف، اللي هو من الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون ما أفسد الناس. في رواية ما أفسد الناس، وفي رواية يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية النزاع من القبائل. هذه كلها ضعيفة، لكن نستأنس بها في شرح الحديث. إنما أصل الحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى الغرباء، ده صحيح. ملخص الروايات أنهم الصالحون المصلحون. نعم نعم. بارك الله فيكم شيخنا الكريم ومتعكم الله بالصحة والعافية. أخونا متزوج من امرأتين، يبدو أن الأخ المتصل الثاني خلاف الأخ سعيد، لأن أخونا الأستاذ عدنان أخبرني بمكالمة الأخ سعيد. يقول متزوج من امرأتين، لو واحدة إحداهما أغضبته ذهب إلى الأخرى وبات عندها بعض الأيام عقابا للأخرى والعكس، هل هذا أسلوب عقاب شيخ الكريم؟ هو بيعتبر ده من العدل، يعني ان دي لما تغضبه يروح يبات عند دي ودي ما تغضبه، هذا ليس من العدل وهذا ليس من الصح. يعني كمان اذا مريض احداهن يجب الى الثانيه، لا، المراه لها ايامها كما لو كان يعيش معها وحدها. يعني وقعت وحدها واغضبته اين سيذهب؟ فهو بيته لابد ان يقوم فيه،
إلا إن أغلقت الباب في وجهه ولم تفتح له الباب، يبقى هذا اليوم سقط من 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 القسمة. أما إذا حدث إن هو طرق البيت رغم أغضبته وذهب إلى الثانية، يبقى خلاص بعد الود يقضي لها هذه الأيام، يعني راح بات عند الثانية يوم واثنين وثلاثة زي ما بيقول هو كده وعدهم، يبقى لما الأمور تتصلح يرجع ويقضي لها هذه الأيام اللي هو باتها خارجا عنها. وإلا فإن المطلوب منه أنه هو يعني الهجر، يكون الهجر في البيت، يهجرهن في المضاجع، ربنا ما قالش يهجرهن خارج البيوت يعني. نعم شكرا. وبعدين يهجرها ويذهب إلى الثانية، يبقى هذا في ظلم للأولى. نعم. أخونا الأخ سعيد متزوج من امرأتين النهاردة كلها في التعدد يعني. لا هو السؤال سؤال مختلف. ديونه عليه ديون. الزوجة الجديدة على حد تعبيره أخ عدنان معها ورث، فقالت له خذه وسدد ديونك. ذهب إلى القديمة الأولى يعني اعطيني بعض ذهبك، قالت له لا. فهو ماذا يفعل مع زوجته الأولى؟ هل يطلقها أم ماذا شيخ كريم؟ ما رضيتش تديله الذهب. لو طلقها لكان ظالما، لأن هي المال الذي تملكه المرأة يزم مالية خاصة بها. فالأولى تصرفت بمالها وأعطته المال حرة، وهذا لا يلزم أن الثانية تعطيه مثل ما أعطته. هو بيقول لي الأخ عدنان دلوقتي أنه كمان وبخته، يعني أنت يعني أنت يعني توبيخ بمعنى الشتيمة يعني أو تطول. نعم. لا موضوع التطاول ده ما يبقى موضوع بقى يقعد قاعدة صلح ولا يشوف حد يعني، لكن هو انه يجبرها، لان هو السؤال منصب على المال يعني. اقصد السؤال منصب على المال، انه هو يجبرها على انها او ان هي دي ادت له ودي ما ادتلوش، ان دي بالنسبه له يعني يطلقها بسبب هذا السبب. لا، ليس من الواجب عليها او من الفرض عليها يعني انها تعطيه المال، هو المفروض انه ينفق عليه. وكون لم تعطيه هذا لا يكون لا تعاقب على هذا، انما تفضلت كما تفضلت الاولى، يعني الاولى مالها وتفضلت به عليه فجزاه الله خير. يعني ليس الزاما انها تدفع له هذا المال. لا مفيش الزام. نعم صحيح. وانا ربنا يعني يعينه على قضاء ديني. امين يا رب. يعني انا ربما يسامحها ولا يغضب منها وما ياخدش معها موقف يعني. لا مفيش موقف يعني. هو بيلزمها بشيء غير لازم عليها. صحيح. نعم. لو معنا بعض الاتصالات يا استاذ عدنان جزاك الله خيرا. اسماء، الاستاذ اسماء تقول احيانا اصلي واحيانا لا اصلي، وهذا يضايقها رغم انها الحمد لله دائما تسمع القران وهو معها في البيت، يعني شغل القران على طول. اولا احنا قلنا ان الانسان لابد دائما انه يلجا الى الله سبحانه وتعالى انه يثبته. الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولولا ان ثبتناك صلى الله عليه وسلم لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا. وده خطاب للنبي عليه الصلاه والسلام. فالتثبيت من الله سبحانه وتعالى. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يدعو الله كثيرا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له: يا رسول الله اتخاف علينا؟ قال: ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شان يقيمها اقامها ومن شان يزيغها ازاغها. فالأخت الكريمة عليها أولا أن تقصر من الدعاء إلى الله عز وجل والابتهال إن ربنا سبحانه وتعالى يثبتها وعلى إقامة الصلاة ويعني الدوام على ذلك. الأمر الثاني المجاهدة، لأن العبادة الشيطان لا يترك المؤمن يقوم بالعبادة ويعني كده ويسيبه كده، هو دي شغلة الشيطان إيه؟ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني الشيطان بيسعى أنه يضلل الناس، وطبعا الإضلال بيكون يعني محاولة الإضلال بسعي مع أهل الإيمان، أما الفسق أو الفجرة يبقى خلاص الشيطان يعني مالي إيده منهم يعني. فهو بيروح يضلل اللي بيصلي، يضلل اللي بيعمل عمل خير، عايز يخوفه وعايز يمنعه. فالوقت تعرف أنها في مجاهدة الشيطان، إنه قال الله تجلى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لابد ان تعادي الشيطان كما هو يعاديها. ومع المجاهده ان شاء الله تعالى يعني بيبقى الامر في الاول فيه صعوبه شويه، لكن ان استمرت على ذلك فستجد الامر سهل جدا، لان الله عز وجل وعد
ووعده لا يخلف، والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا. فمع المجاهدة الله عز وجل يهديها ويثبتها ويوفقها وتداوم على الصلاة. وطبعا زي ما قلنا في الأسئلة السابقة، دايما لا ننسى كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الاستغفار، لأن هذه تزيل الهموم وتطرد عنا الشيطان ويغفر الله لنا بها الذنوب. اللهم امين امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. اهلا مرحبا. لو سمحت. نعم. كنت عايز اسال سؤالين للشيخ. اتفضلي يا فندم. الاولاني انا يعني واحده موظفه وجوزها بياخد مرتبها كله. وكل ما اقول له يعني ايه عايزه مثلا اخد 300 جنيه 400 جنيه من مرتب، ما يعني يقول ايوه ماشي هاتيك وما يدينيش بس، وانا وهي ساعات بتاخد يعني من وراها فلوس من فلوس مصاريف البيت، لان كل حاجه بتضطرها، كل حاجه غاليه وانا عارف ان كل حاجه غاليه. يعني المال مالها اصلا؟ هي موظفه الفلوس كلها على بعض، يعني مرتبه على بعض ومصرفه كده منه، بس انا في ساعات هو بيكتر المصاريف فانا باخد من وراه مثلا. فحرام، ده حرام. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا يا اختنا، تفضلي هات سؤالك بارك الله في عمرك. وطي التلفزيون من فضلك. السلام عليكم. جزاكم الله خير. نعم معنا اتصال اخر. السلام عليكم. نعم شيخ كريم بارك الله فيكم وفي عمركم. الاستاذ عبد العزيز يسال عن حديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله من الدنيا الا من ثلاث: صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. طبعا هو يسال عن الصلاح، يعني ما الصلاح شيخ كريم؟ الصلاح درجات، وأعلاها تقوى الله عز وجل، اتقوا الله حق تقاته، واتقوا الله ما استطعتم. فهي في الأمر العام التوجه إلى الله عز وجل بالبر والأعمال الصالحة، يعني ما هوش فاجر، ما هوش فاسد، ما هوش منحرف، يصلي يصوم، يعني نأتي بفرائض الإسلام، كلما زاد طبعا كلما كان هذا أفضل. نعم. لعله الاخ بيسال طبعا، لان البعض يقول طيب لو الابن يعني ما هوش يعني على تقوى كبيره من الله. طبعا ولد الذكر او الانثى يعني. الولد مولود. نعم. فاذا دعا نعم دعاءه يقبل، لان الاسلام صلاح. نعم. يعني لو ترك ابنه على الدين على الاسلام، فهذا يعني وجهه الى الخير لانه تركه على الدين. فهذا الذي يدعو لوالديه ايضا دعاء مقبول، لكن كلما كان اصلح كلما كان هذا انفع للابوين، لان الولد من كسب ابيه. يعني غير الدعاء، في نقطه ثانيه وهي مهمه، ان اي عمل صالح يقوم به الاولاد فهو في ميزان حسنات ابائهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله، ولان الولد من كسب ابيه، فإذا رباه على الدين ورباه على تقوى الله عز وجل فإن أعماله تقوم. وذلك بعض الناس لما بيجي يسأل يعني هل يجوز نحن نقرأ القرآن لآبائنا؟ لا، يقرأ القرآن من غير ما تقول وهبت الأبي ولا وهبت الأمي، إن شاء الله يصل الثواب بعملك الصالح، صلاتك وصيامك وحجك وعملك الصالحة تأخذ ثوابك أنت كامل، لا ينقص من أجرك شيء، ولآبائك وأمهاتك في هذا أيضا أجر، لأن من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. نعم. أسأل الله عز وجل أن يرحم جميع آبائنا وأمهاتنا. آمين. والمسلمين جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم، إزي حضرتك؟ يحفظك ويرضى عنك. والله أنا عندي سؤال، الله يكرمك يا شيخنا. يكرمك يا رب. تفضل. التقسيط، بس البيع بالتقسيط حكمه هي شرعا، الله يجزي خير. حكم البيع بالتقسيط. التقسيط، حكم البيع بالتقسيط. أيوة. حاضر. والضوابط الشرعية للبيع بالتقسيط، هذا عموما يعني. والضوابط، حاضر. ولكن خصوصا بقى أنا عندي منزل وعايز أصبه، فراجل قال إن أنا لما أصب للناس بيصب للناس.
يعني، ولكن الصبة دي تكلفت 50,000 جنيه مثلا، ندفع مقدم كذا وندفع ونضرب ال 50,000 في 30% يبقى اللي عليك كذا، تدفع مقدم كذا وكل شهر كذا، هذا شرعا يجوز ولا لا؟ شيخنا يقول لك تقسط معاه ازاي بطريقه حلال ان شاء الله تعالى. حاضر، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك ويوسع علينا وعليك. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. الأخت موظفة ويبدو أن راتبها مع راتب الزوج يقوم بهما البيت، ويبدو في النفقات يعني الحياة غالية كما تقول وكما نعلم جميعا، لو أخذت 300 جنيه 400 جنيه من وراء الزوج بدون علمه، فهل في هذا حرمة شيخ كريم؟ بتاخذهم للبيت؟ بتاخذهم للبيت. طيب ما هم هي قالت أن بتحط المال مع بعض، فهي المال لنفقة البيت، فإذا أخذت لا شيء. طب لو أخذت ال 300 400 جنيه لنفسها تجيب حاجة، إذا كان ملابس، إذا كان من هي لها المال الذي طلعوا معه يغطي هذا، يعني مثلا حطت 1000 جنيه وهي خدت من ال 1000 دول 300، خلاص من حقها، لان هي مش ملزمه بالنفقه. بالنفقه صحيح، هي مش ملزمه، لان ال 1000 جنيه كلها بتوعهم اصلا، بتوعها اصلا، فهي كده بتساعد يعني وضع مالها في البيت مساعده منه منها جزاه الله خير، تفضلا منها. جزاه الله خير، اذا اراد حاجه لنفسها بحيث انها لا تتجاوز المال الذي وضعته، فهذا من حقها يعني ان شاء الله. نعم شيخي كريم، الاخ يعني هو يسال حكم البيع بالتقسيط، وخصص المساله انه عنده منزل يريد يعني تصب البيت. نعم. او السقف او ما شابه ذلك، هيدفع مقدم؟ هيدفع مقدما، ولكن هو قال ان في 30% على المتاخر، يعني على المال المتبقي 30% فوائد. ازاي تكون الطريقه صحيحه بضوابط شرعيه شيخ كريم؟ هو تقريبا انا فهمته من الكلام انه الثاني هيديله ال 50,000 و لا لا لا، هو هيكلف 50,000 مثلا. هو هيديله مقدم وهيقسط الباقي بفوائد على المتبقي 30%. نعم. يعني اذا كان هذا اول مثل هيصب له البيت او هو هيجيب ناس يصب، فهو الصح ان هو يتفق معاه ان المتر بكذا، سواء بقى المتر المكعب او المتر الارضي، يبقى المتر مثلا المكعب مثلا ب 1000 المتر المكعب ب 1000 كاش فوري، ب 1200 1300 بالتقسيط. بالتقسيط بس. نعم. وما يدخلوش بقى في مساله 30% ولا 40%. لا فيش 30% ولا. وبعدين بعد كده هو ياخذ منه المقدم دوت بعد ما يتفقوا، ما ياخذوش الاول. بعد ما يتفقوا ياخذ منه المقدم دوت ويبتدي المقاول يصب على هذا الاساس، ويبقى الباقي ما فيش غرام التاخير طبعا. اللي احنا سالنا من شويه 1% اذا اتاخر شهر او كده، ما فيش هذه الغرامات، لان هذه طبعا تكون من باب الايه؟ هتخش باب الربا. وطبعا بيبقى في شروط بينهم، يعني اذا كان حديد مسلع زي ما بيقول كده، يبقى لازم يعرف المتر دوت هتحط فيه قد ايه حديد، هتحط قد ايه كم سيخ حديد، لان ممكن البعض يعني بيتهاون بعد ما يتفق يعني يقلل من كل متر سيخ تفرق معاه، فهو لازم يتفق معاه اتفاق محكم دقيق ان المتر فيه حديد قد ايه، فيه يعني الحاجات اللي تضع فيه، وبعد ذلك زي ما قلنا انه يقول له المتر يساوي كذا بالقسط، وهتدفع المقدم كذا والباقي يقسط على المده المعينه. مفيش بقى حته ايه 30%، ولو سنتين يبقى 40%، وثلاث سنين يبقى 50%. دي كده بقى اصبحت فلوس على يعني زياده على المال، وليست السلعه، وليس ثمن للسلعه. فهنا يختلف الحكم، ويبقى على هذا الاساس الطريقه الثانيه دي لا تجوز. يعني الطريقه المسؤول عنها لا تجوز. اللي هو سال بها دي لا تجوز. بها الان تجوز. اللي احنا بنقول عليها ديت. فصحح بقى اخي كريم الطريقه مع الاخ المقاول. دكتور عادل عزازي بارك الله فيكم ومتعكم الله بالصحه والعافيه ونفعنا الله بعلمكم. احسن الله اليك واحسن الله بارك الله فيك. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. امين وجزاك الله خيرا، واشهد الله اني احبك في الله. احبك الله احبنا فيه، جزاك الله خيرا. واياك شيخ كريم، ومتعكم الله بالصحه والعافيه والمسلمين والمسلمات. اعاده هذا اللقاء في الثانيه والربع من صباح اليوم التالي، اسال الله عز وجل القبول والتيسير. الليله باذن الله تعالى اهل الذكر في التاسعه مساء، والدكتور متولي البراجيلي حفظه الله. هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك.
دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.